فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. يا شيخ، حتى في هذا الزمان وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد إلا ما أخبر الله به رسوله ثم أسر به إلى حذيفة رضي الله عنه من أسمائهم، لم يكن يعرف أن فلان منافق بشخصه. يعني ممكن يقول المسلم أو السامع الآن يسمع حديثك، نحن قد نظن بأحد خيرا أو نظن به سوءا، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن كيف هل لأحد أن يقول هذا منافق أو هذا غير منافق، أو يحكم عليه من قوله أو من فعله أو من تخلف عن الصلاة كما قال مسعود: لا تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. مسألة النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل قلبي. أما النفاق العملي فهذا يظهر من أنه يتعاطى شيئا من صفات المنافقين، مثل تأخره عن صلاة الجماعة، هذه علامة نفاق، مثل كراهيته للصدقة، هذه علامة نفاق وتظهر عليه ويعرف ذلك منه. ومثل الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه آية المنافق، يعني علامته يعرف بها. الله جل وعلا يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فيظهر على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم ما يبطنون من النفاق، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر.